في موسم استثنائي تعادل سلبي هيضفي المزيد من المشاكل. اتكلمنا في بداية هذا الموسم تحديدا ان فكرة التعادل يعتبر بمثابة الهزيمة، كل فريق عينه على نقاط المباراة كاملة، لان طبعا اتكلمنا ان هو موسم استثنائي، كل فريق هيكمل سواء في المجموعة اللي هتنافس على لقب بطولة الدوري او حتى المقاعد المؤهلة الى البطولات الافريقية او فكرة الهبوط الى دوري القسم الثاني، كل فريق هيكمل بنفس النقاط، ولكن هتستمر المشاكل بالنسبة لفريق زد عقم هجومي على المباراة الثالثة على التوالي، ثلاث مباريات بدون تسجيل اي هدف على الاطلاق. اعتقد هتبقى مشكلة كبيرة جدا للكابتن مجدي عبد العاطي هذا الموسم، واكيد عنده حلها، لسه بدري، ولكن مؤشرات بتبقى باينة في البداية. نفس الحال بالنسبة للكابتن طلعت يوسف، ثلاث مباريات بتعادلات سواء سلبية أو إيجابية، أمام إمبي ثم بتروجيت ثم أمام زد. كابتن فاروق، أعتقد مباراة كل مدير فني لازم يبقى المكسب بالنسبة له مش النقطة، المكسب اللي قدمه خلال ثلاث مباريات حتى هذه اللحظة. هو أنت ما بنيجي نتكلم عن المكسب يبقى في أسباب للمكسب، الأداء بيبقى ليه دور أساسي أو التوفيق. النهاردة احنا شايفين الفرقتين في الفترة اللي فاتت مش قادرين يعدوا حتة التعادل، يعني ما بلعبوش على المكسب، حته التوفيق مش موجوده، الامكانيات والتجهيز والتحضير للمباراه مش بشكل جيد. احنا شايفين النهارده زد بيقدم مباراه لكن ما عندوش القدره زي السنه اللي فاتت. انت كنت حاسس زد بيروح للاهلي والزمالك وبيراميدز الناس بتبقى قلقانه منهم، السنه دي يمكن لغايه دلوقتي ما بانش بشكل او بالافكار اللي كانت موجوده وطريقه اللعب اللي كانت موجوده وحماس اللعيبه وامكانيات اللعيبه، كان فريق متكامل. السنه دي يمكن اقل شويه، هو كان قريب من المربع بتاع الدوري العام السنه اللي فاتت، ولكن السنه دي انا شايف البدايه ما كانتش موفقه. ممكن يكون في لعيبه مشت، ممكن لعيبه جت جديده، في لعيبه ما بتقدرش تستحمل ضغط المباريات. طرق اللعب النهارده انا شايف ان الفرقتين النهارده طريقه اللعب مش بتاعت مكسب، طريقه اللعب ان انت تدافع كويس، وده يمكن اللي شفناه. يمكن كان الشوط الاول في حاجه مؤثره هي ضربه الجزاء، الشوط الثاني يمكن علي لطفي الشوط الثاني كان افضل لعيب موجود في زد، لكن عموما المباراه كان فيها شويه مشاكل، هي المشاكل الاداء الجماعي ما كانش موجود النهارده بشكل كويس، الكثافه الهجوميه ما كانتش بشكل كويس. انت اما تشوف عدد المدافعين وعدد المهاجمين، بص عدد المدافعين قد ايه؟ ادي 7 8 مدافعين في 18 اللي هي ضربه الجزاء، 8 مدافعين، يبقى هنا الاخطاء وارده ضربه الجزاء، ان انت ممكن تضغط على مهاجم وتجيب منه ضربه جزاء. طب هو مش ممكن انا هقدر ادافع بثمان لعيبه؟ ما ينفعش ان انا ادافع بثمان لعيبه. انا اللعيبه دلوقتي او الكره المودرن الموجوده في العالم او الكره المتحضره دلوقتي بيلعبوا بخمسه بيدافعوا وخمسه بيهاجموا، الخمسه اللي بيدافعوا فيهم اثنين في نص الملعب وثلاثه موجودين ورا، اللي بيهاجموا اطراف الطرفين، واحد صانع العاب وواحد رقم 10 ومهاجم. النهارده انا شايف الكره او الاداء مش مناسب للفرقتين، فرقتين كبار وكان ليهم السنه اللي فاتت اداء كويس جدا، كان بيتعمل لهم حسابات في السنه اللي فاتت. انا شايف يمكن عشان بدايه لسه الدوري العام لسه ما دخلناش في العمق او ضغط الدوري الجديد، ان في فرق حتى هتكمل المشوار وفي فرق هتروح على دوري المحترفين او تصعيد فرق وهبوط فرق، فيمكن ده مأثر نفسيا على المديرين الفنيين واللعيبه. انا شايف الفتره اللي جايه هيكون اكثر تركيزا ان شاء الله للفرقتين، عشان الفرقتين دولت تاريخهم كويس، ادائهم كويس، وانا شايف ومعاهم مدربين كويسين، فليه احنا يعني ما عندناش الجراءه والشجاعه احنا نلعب عشان نكسب؟ ده اكيد دلاله الحقيقه من تغييرات الكابتن طلعت يوسف، هو اجرى تغييرتين فقط، ولكن السؤال لكابتن شادي، هل مقاعد البدلاء خمسه؟ كابتن طلعت اجرى تغييرتين اثنين، لكن زيد خمسه، زيد خمسه بالظبط. انا بتكلم بعد كابتن طلعت، مقاعد البدلاء السؤال ليك يا كابتن شادي، هل خدمته؟ لان انا بصيت في اسماء الراحلين، راحل عبد الكبير الوادي، محمد فاروق، محمد محمود، محمد صادق، بس كل الاسماء اللي جت مش اسماء لسه معروفه بالنسبه لنا، ما فيش الاسم البارز قوي بالنسبه لنا. فالنهارده انا ببص على مقاعد البدلاء، لو انا مكانه او انت مكانه، يعني مجموعه من الاسماء ما فيهمش غير ارنولد ايبا والباقي طارق سيد، محمد نصير مع كامل الاحترار، محمد اميسي، محمد صبري، محمود رزق، عبد الله حافظ، اسماء كلها ممكن تكون بتخدم الكابتن طلعت ولا لا؟ عايز اقول في البدايه فرقه مودرن من اكتر الفرق اللي ضمت عدد من اللاعبين السنه دي،
لما نتكلم هل المدير الفني هيدخل اللعيبه دي من بدايه الدوري؟ اكيد لا. اكيد علشان كده بنلاقي تشكيله 90% او 95% من الناس اللي لعبت السنه اللي فاتت. لكن بتقدر كمدير فني لما تيجي تفرج كابتن طلعت يوسف بيدخل اثنين ثم بيدخل اثنين لغايه لما يحصل التجانس، وده طبيعي جدا في اي فكره من المدرب. لكن النهارده انت لو دفع بالمجموعه الجديده كلها انت هتلاقي الجماعيه مش موجوده، خطتك اللي بتلعب بيها اللي هي الانسجام مش هيبقى موجود زي ما كابتن فاروق بيقول. انت بتقول من اكتر الفرق اللي عملت صفقات، بس كلهم بص داخليه، حرس الحدود، وادي دجله، سبورتنج، انتاج حربي، بلديه المحله، منتخب السويس، بروكسي، المنصوره، اسماء كلها في الدرجه الثانيه. ممكن ده يبقى اتجاه اداره او ده اتجاه اداره ورهان رهان على اللعيبه دي. هتلاقي يعني اكيد ما اعرفش اعمارهم السنيه، بس هتلاقي متوسط السن 22 23 سنه. صح. بيراهن على مجموعه من الشباب اللي هي تدعم بشكل قوي، وعنده ناس من الخبرات زي مباراه النهارده بس على سبيل المثال. حضرتك قلت كلمه عجبتني قوي، تالق علي لطفي وجنش حارسين الاثنين خبره، فهو عنده العناصر بيلعب فيها 90% خبره، فالعناصر الشابه دي موجوده. بالمناسبه لو نبص في فنيا في المباراه هتلاقي العشر دقايق الاخيره كان ممكن مودرن يخطف المباراه. مجرد ما الكابتن طلعت يوسف تخلى عن الدفاع وارنولد لاعب متميز جدا، نزل عمل نشاط في الهجوم، نزل اربك دفاعات نادي زد بشكل قوي جدا وكان مؤثر، وتسديدته الاخيره اللي هي في العارضه كوره ولا اروع، كان ممكن تخلص المباراه، كان فاضل 3 دقايق. كلامك صح، بس هو كان باصص ان هو ما يخسرش. بالظبط، هو عايز ايه؟ ما كسبش، ما خسرش. في صح. مشكله كانت عند الفريقين لما احنا من خلال الشوطين، على فكره النتيجه فعلا عادله، لان شوط اول زد كان عنده نزعه جوميه افضل، شوط ثاني فيوتشر كان عنده النزعه اكتر، وخصوص اسف مودر في العشر دقايق الاخيره كان ممكن يطمع في المباراه. الفرقتين وقعوا في خطا فني من وجهه نظر، انا بقفل المباراه ومش عايز، وفي حرص دفاعي، اوكي. كان لازم يبقى في لما باخد الكوره وانا بدافع فين الانتقال السريع جدا للهجمه، الكوره تروح لوسط الملعب يحصل حاله من البطء، زي ما حضرتك شايف تلاقي ايه تمريرات بطيئه. بجن الدفاع. بالظبط، اللي هو ايه؟ الفريق خلاص مقتنع اللي انا لازم ادافع كويس، مش عايز احرك الاطراف بشكل قوي، مش عايز وسط الملعب يعمل زياده عدديه في ظهر المهاجمين، فبالتالي لما باخد الكوره بلاقي الارتداد في الحاله الهجوميه اللي انا اروح اهاجم، لو انا عايز اصنع الفارق هروح بمنتهى السرعه، لكن كان في بطء وامسك الكوره كتير، ده اثر على الحته الفنيه من خلال المباراه. ولكن من وجهه نظري، ودي كانت اشاره لينا تحليليه، ان في العشر دقائق الاخيره الكابتن طلعت تخلى عن الفكر الهجومي، دفع بعنصر في الهجوم. بس احنا عشان نبقى نقول المعلومه كامله، في ماتش امبي اجرى 3 تغييرات فقط في الدقائق 46 و73 و85، تاني ماتش امام بتروجيت عمل تغييرتين مع بدايه الشوط الثاني في الدقيقه 46 والدقيقه 46، بعد كده 3 تغييرات امتى بقى؟ في الدقيقه 90. ما عشان يحافظ يعني عشان يحافظ التغييرات ما تتاخر او الثلاثه، لا يعني بيبقى ليك حافز لما انت عايز تكسب وجات لك فرصه ولقيت المعدل البدني بتاع الفرقه الثانيه هبط، فانت ممكن تعمل تغييرات على اساس تكسب، او ان انت مكتفي بالنتيجه دي ومقتنع بالنتيجه دي ان انت او حاجه تعادل ما دام في الدقيقه 90 او انا خلاص عايز النتيجه تطلع كده، فبضيع وقت بالتبديلات. يعني في 90 اللعيب هينزل يعمل ايه؟ ده عمال ما يدخل في المباراه عايز له 10 دقايق. ده بيبقى ضيف، خلي بالك يعني كلمه الدقيقه 90 والدقيقه 88 والدقيقه، ده اللعيب ضيف يعني كده بيعمل من معدل تغييرتين الى ثلاثه في اللقاء، يعني ده ما يعيبش اي مدير فني، ولا هي برضه هرجع للسؤال، هي مقاعد بدلاء مش خدمه قوي ان هو في اللعيبه اللي تطبق فكره؟ ما انت اللي اخترت اللعيبه، وانت اللي اخترت الدكه، وانت اللي اخترت طريقه اللعب، وانت اللي اخترت اماكن اللعيبه، وانت اللي اشتريت اللعيبه، ما الكوتش هو بيعمل كل حاجه، هو اللي بيقول للاداره انا عايز ده وعايز ده وعايز ده، فانت بتجيبه له، انت لازم تجيبه، طالما انت جبت لعيب لازم تستفيد منه وتبقى مقتنع بيه ان هو قدراته هتبقى اضافه للفرقه.